يسمعوني. الأحمر يرمز للخطر، الأحمر كما قلت. أوه، إنها سميحة. يظن أنني بخير. كيف أخبره أننا في خطر؟ لا أصدق أنني نسيت الهاتف. الأحمر يرمز للخطر، الأحمر كما قلت. الأحمر؟ رائع. النجدة، النجدة. الأحمر يرمز للخطر، الأحمر. الأحمر يرمز للخطر. هناك مشكلة ما. آمل أن يكون سامي قد فهم. أمي لقد هرب. ما من رد، سوف أتصل بالطوارئ. سميحة، سميحة، في مشكلة، سأتصل بفريق الإنقاذ الجبلي. لا تقلق صديقي، أقصد يا سيدي، سأجدهما. معقول؟ كيف أتيت إلى هنا؟ لا أستطيع أن أهبط، أحتاج إلى الدعم. سامي، عرفت أنكما في مشكلة، إذا ما الأمر؟ إنها ساقي. سأتصل بهنا. لما لا يرد أحد على هاتفه اليوم؟ مرحبا. الكلب أرشدني. حقا؟ يا لك من كلب ذكي. ستكونين بخير، سنأخذك إلى المشفى لنصور ساقك. فهد، نحتاج إلى حمالة هنا. حسنا سامي. حبيبتي سوف يعتني بك سامي، أراك في المستشفى. غدائك. دميتي، 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 أين أنت؟ استعداد، سأهب، انطلاق. أرأيتم؟ إنها آمنة تماما، الآن حان دوري. ولكنها اصطدمت بالجدار بقوة يا محسن. هذا لأن الدمية لا تعرف كيف تتوقف. هيا هيا. أنا آسف يا تامر، وضعت وتدين تحت العجلات هذا الصباح، لا أفهم ماذا حدث لهما أو أين اختفيا. استعداد، تأهب، انطلاق. سيارة سباق محسن غانم تحتل المقدمة. محسن، احذر من الجدار أمامه. محسن، استخدم المكابح. أي مكابح؟ Thank you.
عن رصيف الميناء. إلى الميناء يا سامي، وقع محسن عن الرصيف في عربة سباق. هيا سأتولى الأمر. هدئ من روعك محسن، نحن هنا الآن. حاول أن تمسك هذا الحبل، لا تخاف. ها أحسنت. سميحة، هل معك ما يخص التوأمين حتى يلتقط شمشوم رائحتهما؟ هذان رداءان فقط. شمشوم، قم بشمها. هيا شمشوم، نحتاج إليك، يجب أن نجد فارس وسارة. أحسنت عملا. وصلت المروحية. الصخرة الكبيرة التي وجدناها قبل قليل، وتلك هي البئر. نحن في الاتجاه الصحيح. أسمع صوت نباح. أن يكون ذلك البرق قد ضربكما. نعتذر عن تأخرنا يا أمي، لكن لم نعرف إلى أين ذهبتم. لأنكما كنتما منشغلين بالتنافس، هذا هو السبب. نعم، لكننا عملنا معا لنجد طريق العودة، وبمساعدة سامي وشمشوم. لا تنسى. هل رأيتم ذلك؟ لم يجفل أبدا، لقد شفي من الخوف. كنت واثقا أنه كلب إنقاذ قوي. أحضرت لك تذكارا يا سامي. الحقيقة إنه من كلينا. هذا ما أريد سماعه، لا أريد المزيد من المنافسات. متأكدة أنني أفضل منك في عدم التنافس يا فارس؟ لا، أنا أفضل منك. لا، نحن نمزح. شمها شمشوم، آثر على هنا. جبل الأحلام من ذلك الاتجاه سامي. أعلم، إلى أين يأخذنا؟ ليست غلطتي. مرحبا، ماذا تفعل هنا؟ نحن نبحث عن أماني وعن أمك. شمشوم اشتم رائحة كنزة أمك وقادنا إلى هنا مباشرة. لا أصدق أنك أعطيت الكلب الملابس الخطأ ليشمها. أنا آسف، لم أستطع أن أتذكر لمن كانت. هذه لأمي بالتأكيد. انتظرا، لقد تذكرت أين قالت هنا أنهما ستذهبان، إلى جبل الأحلام عبر الطريق الطويلة. هيا شمشوم جدهما.
بخير يا أماني؟ أنا بخير والفضل لهنا. أنا سعيدة لأنك تذكرت أن ترسل فريق بحث. بالطبع تذكرت، حتى تذكرت إلى أين ستذهبان متأخرا. سأخذ ممرضة معي في المرة القادمة. هنا ضمدت كاحل المصاب بسرعة. أها، هكذا إذا فعلتها يا أماني. ماذا؟ ماذا فعلت؟ هذا؟ أماني، لقد كشفت السر. لما لم ألحظ ذلك السر؟ يبدو أنك علمت شمشوم حيلة جديدة يا أيمن. محسن، اخرجا، يجب أن نعود وإلا فإن المد سيحاصرنا. نحتاج إلى المساعدة، ربما يراني أحد ما من فوق الصخور. علمت أنه لم يكن هناك ديناصور. بل كان هناك، إنه بارع في الاختباء. هذا كل شيء. فارس، ماذا؟ هناك، لقد حوصرنا. أجل، رأيتهم قبل ساعتين، أظن أنهم كانوا يتجهون نحو الشاطئ. حسناً، لم يعودوا بعد، والمد وصل الشاطئ. سوف أتصل بالإطفائي سامي. محسن، مفقودون؟ يا للهول! فارس وسارة ومحسن مفقودون، آخر مكان شوهدوا فيه هو الشاطئ. عند الفريق الإنقاذ الجبلي، فهد سيبحث من الجو، أنا وأماني سنبحث من الماء. أنا أرى سارة، إنها على بعد 500 متر على طول خليج الجروف الشمالي. شكرا يا فهد، لقد رأيناها. حسنا يا سارة، أمسكت بك، لكن أين محسن وفارس؟ لقد دخلا الكهف وربما لا يستطيعان الخروج. مدخل الكهف مغمور بالماء. النجدة! 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 فارس، انظر، هناك شيء ما يسبغ تحت الماء. يا، يبدو أنه وحش بحري. لكن يا محسن، لا وجود لشيء اسمه أماني. مرحبا صديقاي. محسن، عد إلى هنا، إنها أماني. كنت أعلم. لا تخافا، أنتما بأمان، سأخرجكما. لكن ماذا عني؟ سأعود يا محسن، تمسك بي يا فارس. أنا أباري. لا تقلق فارس، المد ينحسر ثانية، إن مستوى الماء نستطيع أن نقيم الحفلة في الحديقة ونغني رغم كل شيء. ليس مكسورا، هل أنت متأكدة؟ متأكدة تماما، مجرد خدش. أنا سعيدة بعودة التيار، لا أحب أن يكون فتح المسؤول في الظلام. هذا صحيح، أنا لا يحافظ الجميع على هدوئهم في الظلام. لذيذ، يكاد السجق ينضج. ها هي هنا. أمي. رائع، وصلت في الوقت المناسب ولم أضطر لفعل أي شيء. هذه هي الخطة. المناديل سأحضرها. لا، قلت لك لن تفعلي أي شيء، تذكري. النجدة، حريق، هنا أسحب كلامي، افعلي أي شيء. اتصلي بالإطفائي سامي.
هناك حريق في منزل عائلة فتحي. أوه لا، لقد حدث بسبب انقطاع الكهرباء. لقد عاد. لن ترتاح يا سامي. أخبرني، أيوجد أحد في الداخل؟ لا، جميعنا هنا. جيد، أماني سنحتاج إلى أقنعة التنفس. حسناً. هل يمكن أن تقطع الكهرباء من القاطع الرئيسي؟ فعلت. إن حدث انقطاع في الكهرباء عليكم دائماً أن تطفئوا الفرن، وإلا فإنكم قد تنسون فعل ذلك عندما يعود التيار. هذا ما فعلته. ولا ينبغي أن تضعوا على الفرن شيئاً كالمناديل. وهذا ما فعلته. أنا آسف، كان علي طلب المساعدة، كنت أحاول فعل كل شيء بنفسي من أجلك يا هنا. تفضل السجق. واحد اثنين ثلاثة. أنت أفضل ممرضة. أنت أفضل ممرضة. شكراً. شكراً لحضوركم. أنتِ أفضل ممرضة. أوه شكراً شكراً. إنك تفعل، قلت لك لا يا محسن. الحوت لقد ضربنا. أوه محسن، لماذا فعلت ذلك؟ أردت فقط أن أصطاده لأكون الفائز. أوه أبي، الماء يتسرب إلى القارب. هناك تسرب. نعم، هذا ما نحتاج إليه. إشارة الخطر، لابد أن أشاهدي في ورطة، سأتصل بسامي. شادي في ورطة على متن قاربه؟ فريق الإنقاذ البحري، قارب يواجه مشكلة في الخليج، يعتقد أنه لشادي ومعه بعض الأطفال. سوف نغرق. النجدة، النجدة، غادر السفينة. حافظ على هدوئك يا محسن، أول قاعدة في البحر هي ألا تصاب بالذعر. خذ نفساً عميقاً. انظروا، إنهما سامي وأماني. سامي، أماني. محسن، تنفس بعمق. آسف. هل أصيب أحدكم؟ لا، القارب فقط. سيكون بخير طالما أنني أقوم بضخ الماء منه. حسناً، لنخرج الأطفال منه. سارة؟ فارس؟ محسن، أنت ابقى مع شادي وساعد. ماذا؟ لكن حسناً، سأبقى. شكراً محسن، أحسنت. سنسحبك يا شادي، علينا أن نتساعد معاً لقيادة الصغير نحو البحر. حسناً. أجل، أعتقد أننا سنتدبر الأمر. كان علي أن أعلم. أنت في المتجر يا محسن.
محسن. أنا هنا أمي. أوه إنه ذئب. لا تخف يا محسن، سأتصل بسامي. محسن أعد الهاتف. لا أستطيع أمي، سوف يفترسني. أطلق الدارو الحريق. ليس حريقا ولكنها حالة طارئة. اكسر الزجاج. كيف يا أمي؟ نحن بعيدان جدا. لا أعلم، ارمي شيئا عليها. لو كانت كرتي معي لركلتها. أحضرها، إنها خلف الطاولة. حسنا سوف أحاول، ولكن أمامي فرصة واحدة. مجمع غانم تجاري ثانية، انذار كاذب آخر بالتأكيد يا سامي. محسن تجاوز حدوده. أمي، سامي لن يأتي لينقذنا، سيظن أنني أتظاهر ثانية وسأتعرض للافتراس كما حدث للصبي في قصة الذئب. سنموت كلانا. أنا آسف جدا أمي، كانت غلطتي. أنا من أطلق جهاز الإنذار، أردت أن أستعيد كرتي فقط. أوه محسن. إنه سامي، إنه سامي. احذر سنقع. والآن محسن غانم لقد طفح الكيل. ماذا تفعلان هنا؟ لدينا ذئب هنا، انظر خلف الطاولة. إنها الحقيقة، نحن لا نتظاهر. ليس ذئباً، إنه ثعلب. ويبدو أنه مصاب. المسكين. أحضر العتلة أيمن. سامي، كنت خائفاً جداً، ظننت أنك لن تأتي. نحن دائماً نستجيب لإنذار الطوارئ حتى لو اعتقدنا أنه كاذب. لا تقلق، لن يؤذيك هذا يا صديقي الصغير. محسن، هيا عودوا إلى الحافلة. لماذا يظن تامر أنه يعرف كل شيء؟ الجو حار هنا، لماذا لا نستطيع فتح النوافذ؟ إذا فتحنا النوافذ فلن يؤدي المكيف عمله. إنه لا يعمل في جميع الأحوال، هذه هي المشكلة. لا مشكلة أبداً في المكيف. لماذا يشير المؤشر إذن إلى الجزء الأحمر من مقياس الحرارة؟ انظروا دخان. لا، انزلوا جميعا الآن. ابقوا بعيدين، سأتحقق من الأمر. لا، لا تفتح الغطاء، الهواء سيشعل النار. أنا أعرف ما أفعله. تامر، اتصل بالإطفائي سامي. حافلة تحترق؟ لا، حافلة تحترق. حافلة تحترق في مرتفعات أرض الأحلام. لا بد أنها حافلة تامر، لقد أخذ الأطفال هناك هذا العصر. ماذا؟ لا وقت نضيعه. أحسنت بإخراج الجميع من الحافلة. ما كان الحريق ليكون بهذا السوء لو أنك لم تفتح الغطاء. حقا؟ متأكد؟ نعم، تعلمت ذلك في التدريب هذا اليوم. وكذلك أنا. الهواء يزيد الحريق سوءا، أليس كذلك يا سامي؟ لهذا السبب طلبت منك ألا تفتحه. كان علي أن أستمع إلى نصيحتك. الحقيقة عدة أشخاص قدموا لي نصائح وأنا لم أصغي لأي منهم، آسف. من يريد أن نصله؟ لن تتسع
وزع السيارة للجميع. سأتصل بفهد، من المؤكد أنه سيساعدنا. هناك، ها هو، أستطيع رؤيته، انظر يا تامر. أنت محق. اسمعوني جيدا، افتحوا الباب الخلفي واخرجوا، ابقوا هادئين. هذا ما تسميه بمناظر طبيعية؟ هل الجميع بخير؟ أظن ذلك. جيد، سأعود بالحافلة إلى الطريق وبعدها سنذهب إلى المدرسة. انظر ماذا يحدث، تسير. يجب أن نطلب المساعدة، لما لا نتصل بالإطفائي سامي؟ كنت لأفعل، لكني تركت هاتفي في الحافلة. أترك الأمر لي، رأيت هاتف فتحي في صندوق أدواته. حافلة السيد تامر على وشك السقوط عن حافة الجرف. حسناً، إلى الجرف. حافلة السيد تامر على وشك السقوط، لا وقت لتضييعه يا سامي. من قسم الإطفاء إلى فريق الإنقاذ الجبلي، سنحتاج لمساعدتك يا فهد. نعم، الوضع سيء سامي، لكن الحافلة على حافة الجرف تبدو مستقرة. علم يا فهد، نكاد نصل. إنه الإطفائي سامي. هل بقي أحد ما في الحافلة؟ لا أحد، كلنا بخير، حافلة المسكينة فقط في ورطة. ومحسن أيضا. حسناً، لنتصرف بسرعة. أيمن، فلنجر الحافلة. تراجعوا جميعاً، سنبدأ العمل. سامي بسرعة، بدأ الجرف ينهار، بسرعة. علم. سامي، شكرا لك. رائع.